اهلا بكم اعزائي المشاهدين متابعي تلفزيون الوفد في كل مكان. معكم محمد يوسف في حلقه جديده وبرنامج ترند رياضي. في البدايه طبعا برحب بالناقد الرياضي الاستاذ محمد عبد الهادي، الناقد الرياضي الصحفي ببوابه الوفد. اهلا بك يا محمد. اهلا وسهلا بك يا محمد، اتشرف بوجودك معايا والله. الشرف ليا، واهلا بجميع مشاهدي تلفزيون الوفد. اهلا بك. في البداية طبعا النهاردة الأهلي عنده مهمة صعبة أمام فلامنجو البرازيلي اللي هتجمع الفريقين في تمام الساعة 5:30 بتوقيت القاهرة في مباراة تحديد المركز الثالث ومن ثم الحصول على برونزية مونديال الأندية. النادي الأهلي بيعمل في إسعاد جماهيره وحظ لقب جديد والحصول على رقم يضاف في سجل بطولاته من خلال مشاركته بمونديال الأندية، الحصول على البرونزية الرابعة في تاريخ مشاركاته بكأس عالم للأندية. في البداية كده سريعا يعني تعقيبك على نادي الزمالك والخسارة امبارح في البطولة الأفريقية قدام شباب بلوزداد الجزائري، سريعا كده. طيب، هو في البداية طبعا يعني خسارة الزمالك كانت خسارة غير متوقعة، كلنا كنا متوقعين ان الزمالك هيبدأ يرجع لنغمة الانتصارات مرة تانية ويستعيد مستواه، فكان خسارة مخيبة بصراحة. والزمالك محتاج ان هو يرتب اوراقه، يعني مش بس في فريق الكورة كمنظومة ككل، لان المستوى اللي وصل ليه الزمالك مش بسبب سوء الفريق بس، يعني محتاج كإدارة فنية كجهاز فني وكمجلس إدارة، لا الزمالك محتاج ان هو يفلتر أوراقه من جديد ويرتب أوراقه. وطبعا يعني كل التوفيق للأندية المصرية المشاركة في البطولة الأفريقية، وخصوصا قطبي الكرة المصرية النادي الأهلي والنادي الزمالك، ونادي الزمالك يرجع على الطريق الصحيح اللي شفناه في آخر سنتين. نرجع بقى لموضوعنا الأساسي، مباراة الأهلي وفلامنجو البرازيلي. في البداية كده طبعا جماهير الأهلي بتنتظر حصد رقب ولقب جديد في مونديال الأندية، أكيد، ومن ثم تحقيق البرونزية. تمام، يعني من الواقع كده أو من المران بتاع النادي الأهلي إن النادي الأهلي هيلعب بنفس التشكيل بتاع مباراة ريال مدريد. محمد الشناوي في حراسة المرمى، قدامهم رباعي علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني، قدامهم ديانج، حمدي فتحي، والسولية، ثلاثي هجومي حسين الشحات احمد عبد القادر. المفاضلة بقى بين بيرسيتاو او كهربا. والله انا شايف من رايي ان المفترض يعني اما بيلعب كولر بمهاجم صريح بيكون افضل، يعني غير لما بيكون بيلعب بثلاثي قدام من غير مهاجم صريح. فاتمنى ان كولر النهارده يبدا بمحمد شريف في خط الهجوم، بيكون افضل، خصوصا ان فريق فلامينجو من الفرق القويه جدا طبعا في البطوله، وكلنا شفنا المباراه اللي قدمها مع الهلال، خسر بصعوبه طبعا وفريق قوي. فاتمنى ان كولر النهارده يعمل حساباته وما يستهونش بالمباراه. يعني تتوقع ان هيبقى في مفاجاه في التشكيل بتاع كولر النهارده، وخصوصا في مباراه مهمه زي دي؟ لا طبعا، اتمنى ان كولر يعني ما يغيرش كتير، هو كل مباراه يلعب بتشكيل ثابت. يعني الماتش النهارده مش حمل ان هو يجرب في لعيبه او في مراكز، فاتمنى ان هو يلعب بالتشكيل التقليدي اللي هو اللعيبه حافظاه. تمام، ونروح طبعا للمباراة الثانية، مباراة التتويج تحديد المركز الأول والثاني والفريق المتوج ببطولة بين الهلال السعودي وريال مدريد. شايف المباراة دي ازاي؟ طبعا مباراة يعني مباراة قوية جدا بتجمع بين الهلال السعودي الشقيق اللي بنتمنى له كل التوفيق النهارده إن شاء الله، وريال مدريد اللي هو مش جديد على البطولة. يعني ريال مدريد حصد اللقب 4 بطولات قبل كده، والنهاردة أكيد بيسعى البطولة الخامسة. فنتمنى الهلال النهاردة يقدم بطولة كويسة، ومعاهم مدرب كبير رامون دياز،
ويحقق اول بطوله ليه في كاس العالم للانديه. هتكون مباراه صعبه طبعا وخارج التوقعات يعني. في النهايه انا بشكرك بتواجدك معايا النهارده. شكرا جزيلا. شكرا. وفي النهايه كل التوفيق للفرقه العربيه، الاهلي المصري، الهلال السعودي في بطوله كاس العالم للانديه، ويقدروا ان هم يحققوا انجاز جديد يضاف في تاريخ بطولات الفرق العربيه. وكل التوفيق طبعا للنادي الاهلي المصري ممثل قاره افريقيا. وفي الختام احلى سلام. السلام عليكم.